لعبة رعب للمكفوفين. اوفر قوي الصراحة. يلا بينا. السلام عليكم يا شباب. سوري. سلام يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي. سوري جدا على السخافه اللي فوق الفيديو، بس يعني حبيت اعمل اي منظر كده. النهارده انا جايب لكم لعبه رعب للمكفوفين. تصدق انا خفت من المكفوفين اكتر من اللعبه. المهم، اللعبه بتاعت النهارده لعبة سلندر مان، سلندر مان للمكفوفين، بس هي معمولة بستايل غريب كده، جميل قوي الصراحة. اللعبة أولا خفيفة جدا، مش محتاجة تثبيت، والنسخة اللي معايا دي ايرلي اكسس، وهتلاقي الرابط بتاعها في الديسكربشن أو الوصف بتاع الفيديو. أوكي. اللعبة متوافقة مع المكفوفين، اسمها سلندر مان ذا لاست فيجن أو فقدان البصر. أنت عبارة عن بنوتة بتجري في الغابة، بتجمع الورق بتاع سلندر مان اللي المفروض إنك بتجمعه في الحياة العادية، 8 ورقات. واللعبة انت بتمشي بدبليو اس دي، تمام؟ دول الاربع اتجاهات بتوعك، والاسهم بتخليك تلف، او الماوس على حسب انت عايز تستخدم ايه. ايه تاني؟ الفكرة كلها ان سلندر مان له 3 اصوات، هنشوفهم لما نفتح اللعبة. ال3 اصوات دول بيحددوا سلندر مان قريب منك ولا قريب قوي ولا قريب بغباوة، هيعمل معاك الجلاشة يعني. بس فهي دي فكرة اللعبة بمنتهى البساطة. أنا بتحرك وبجمع الورق وببعد عن سلندر مان، وعايز أحدد اتجاهاتي، ففي معايا كومبس أو بوصلة يعني عشان تعرفني أنا فين. بدوس كنترول وأنا بجري. اللاعب ما عندوش استامينا 100%، يعني بتتعب، البت بتنهج بعد ما بتجري بشوية، فسيبها تريح حبة، شيل إيدك من على شيفت وامشي عادي، وهي هتسترجع قوتها وتجري تاني. بس هي دي الفكرة وما فيها. واللعبة راندوم جنريشن، يعني كل مرة أنت بتلعب بتجنريت ماب جديده، يعني بتنشئ ماب جديده انت ما شفتهاش قبل كده. حلو، قلنا الكلام الحلو ده، نفتح الناطق. انا ملوش لازمه. لا سوري، خلاص بعد ما تقيل قوي يعني. طيب بص، هتمشي البيت. كلت البطيخ بقشره. خلي بالك لما بتدوس سكيب اللعبه بتقفل لوحدها. ما تدوس سكيب. ورقه ايه؟ قبل ما احاول امسك حاجه اوريك التحكم الاول، لان سلندر مان بيبدا كل مره بمسك فيها ورقه كل ما بيبقى يعني انشف كده في التطوير عليا. بالك انت ازاي؟ يلا يمين وشمال اهو، فوق وتحت، قصدي دبليو اي اس دي بيخلينا نلف، وكنترول. سمع التون دي معناها ان انا في النورث، او في الاتجاه اللي قدام، الشمال، الشمال بالعربي. فلو انا لفيت، استنى، سمع بتلف، لما بلف انا بسهم يمين وشمال. عايز اخد الورق، باخده بالمسطره او بلفت كليك، تمام كده انا بجري. وفي عربيه هنا في الجنب، انت عندك دلوقتي في مكانين اتنين امان، يعني هما برضو في الجنريت لما بيتنشقوا، عندك نفق وعندك عربيه. بس سلندر مان يعني راجل الاسطوانه، اموت واعرف حشره فيه اسطوانه ازاي، ولا حشره في اسطوانه. لا 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 لا. دي ورقه. لا 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 لا. هبت ما ترسي. لا 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 لا. كده انا خدت ورقه. اما يجي السلندر مان هقول راجل الاسطواني. بص لما بتجري بتنهج ازاي، صحتها تعبانه بشكل ما اعرفش مالها بصراحه. اوف، لا لا، بص كده معناه ان سلندر مان هيقفشنا. لما تسمع الصوت ده معناه انه هيقفشك حد، فنعمل ايه؟ نجري في مكان بعيد عنه ونستخبى. هم 3 ليفلات للاليرت او للتنبيه ان هو قريب. الصوت الاكبر هي بدات تنهج يا شيخ. الصوت الاكبر اللي هو ده، في واحد اقل منه بشويه اللي هو اللي زي الراديو، في واحد التك تك تك الخفيف ده. شيخ انا ببعد،
بس طبعا هي زي ما تركت عبنا جدا فهتعيط من كتر الجري. يلا يا بت اجري هيقفشنا يا بت. هيعمل معانا الجلاش. هجري ما تجريش خالص. المهم نبص لما بلفها بالاسهم خلينا نمشي في الشمال. ليه معرفش بس خلينا نمشي في الشمال برضو. استنى بقى نحمد الرعب. لا ده موت شرب الشاي ده وبطريقه مش حلوه حتى. هذا سير صور الحقل. انا طبعا بدور بس انا عندي سؤال. هي ليه ما بتعرفش اتجاهها وهي بتمشي؟ لازم اوقف عشان ادوس. خلينا نشوف. عارف ان في ورقه تاسي دي. بعدنا عن سلندر مان والحمد لله نقدر ندور بقى بشكل عادي زي الناس. ما استخبينا ورا شجره عموما. فيا اما تستخبى ورا شجره يا اما تستخبى لكي لا تكون النهايه. قصدي مش في ورق النهارده مش عارف ليه. تصدق حظي بيبقى احلى لما بسجل لما بلعب من غير ما اسجل. ورق اهي. بس ان السلندر مان يقترب قد يرانا ويقضي علينا. قد نجري وما يرناش عادي. بتعرف الورق منين؟ بتسمع صوت خربشة الورقة. سمعت؟ لازم يكون عندك انتباه شديد شديد. على الصوت شوية بس معلش. بقول لك ايه، تعال نبدا فيديو جديد. مش فيديو جديد يعني جيم جديد. بس شاحن بس. يلا ايه دي السي بتقولك الكوردينتس بتاعتك يعني. بس انا مش شايف ان ملهاش لازمة. بس افيد لما اعرف مكاني.
بالذات في لعبة زي دي. اقتربنا. افهم يعني دي واحدة طالعة من بيتها بالليل تدور على ورق ليه يعني؟ ربنا اهو يلا. وانا كمل بقيت لا طب سيبني اجيب ورق حتى في الفيديو الشكل وحش قدام المتابعين كده. ليف مي الون اهو كده خدت ورق لا ليف مي الون. بص صوت الاليرت ده معناه انه قرب. ها بص لا 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 ابعد ابعد استنى بفكرنا وقت صدق الأوضة مش السماعات طب عامل ايه فين اجري 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 مش وقت تعب خالص دلوقتي اجري يطلع من اماكن اجري صرنا هنوصل مش اسلوب بحاول اجري بس هو قافشني بروح فين مش عارف. اوبا زنقني في الحته يا جدعان ما بين حاجتين اتنين مش عارف اخرج ازاي. استنى لا اتخلى اكيد ان شاء الله يعني. حبيبتي اجري اجري يا حبيبتي مش وقتي. توزنها كام دي؟ وتجري 3 متر وتنهج. غير كده ماشي في الغابة بشبشب ازاي؟ وبعدين بعدين لما نعدي من جنب الناحية الثانية نشوف هنعرف. لا لا استنى اهو فلتنا منه الحمد لله وورقه كمان اهي. You can't run. هتعمل قدامه. انا برنس. حد صدق الكلام ده ولا برنس ولا غيره؟ ده بركه ربنا بس. هاد الشان خليها تستريح بدل ما يقطع النفس كده. بعدين نبقى نشوف ايه اللي هيحصل. Thank you.
فان. بس هربنا اهو الحمد لله. انا كده معايا 3 بطايق ولا 2؟ انا وفين الورق؟ فين الورق؟ مضطرين نقف يعني نسيبها تمشي براحتها. ورقة اهي اهي. حد غير سامعها؟ اوبا. لا يا اسطى لا يا اسطى لا يا اسطى ما تزعلنيش. Picture of a tall, slender man with a featureless face, wearing a suit. Headlined by the word follows. مش البنت دي اللي في اكابيلا؟ اسمها ايلا تقريبا. هربنا منه الحمد لله. تعال نشوف بقى ممكن نعمل ايه. كيف سنذهب وناكل ايه؟ انا بحاول امشي بترتيبات يعني منطقيه شويه. هي كده كده البطاقات عشوائيه بشكل كامل بس يعني تمام. عشوائيه توصلني لحاجه. في ناس محظوظه وبتلاقيها بسرعه بس واضح ان انا مش منهم. اوف لا اوف لا بقى لا كده كده نزعل كده نزعل ازعل قوي كده نزعل فعش. المفروض طبعا قبل ما تاخد اي ورقه تكسبلور الماب وتشوف الدنيا فيها ايه، بس يعني انا ما عنديش وقت الموضوع ده بصراحه. وانت مش هتقعد تتفرج عليا لما الف الماب كلها صح؟ قول لي صح يا بطل. بس شطب فهنشوف الفكره فيها ايه. يلا نكمل. حاول ندور على الورقه اللي جايه. Thank you.
وبعدين في ورقة هيك مش كده اللعبة كلها خروشة. عارف لو في موسيقى مميزة فرق كمان ايه؟ كل كلام فاضي قفل اللعب. ورقة اهي الطرق اللي قدامي ده مخليني مشتت مش عارف اشوف الورقه فين. انا كده فلترك كتير على ما الفيديو يوصل لك ليوتيوب بس يعني انا شخصيا تعبت. عايزين تالت غير اللي انا ماشي عليه. احنا كده دخلنا في النفق ولا دخلنا فين؟ طيب دي كانت اللعبة. اللينك في الوصف بتاع الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم احمد سامي. سيب لي تعليق حلو حتى لو اللعبة ما عجبتلكش. اكتب لي اللعبة ما عجبتنيش بس انت حبيبي ابو حميد ولا اي حاجة يعني. شكرني كده خلينا ابقى مبسوط منك. برفع قلبي. يلا سلام عليكم.